يقول السائل: رجل عليه دين وطالبه صاحب الدين بالمبلغ، ولم يجد هذا المدين سوى أن يعمل سائق سيارة لإحدى العائلات ويقود ابنتهم إلى المدرسة، فهل ذلك جائز؟ إذا كانت ابنتهم قد بلغت سن المحيض فلا يجوز أن تركب معه وحدها، هذه معصية، هذه خلوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أما إذا كانت طفلة صغيرة لم تبلغ فلا حرج في ذلك. نعم.